من 10 جنيه يمكن اول مره تاخد لما كنت مذيعه في قناه دريم. ايوه كنت صغنطوطه كده وعملوا برنامج شبابي. شبابيك انت كنت لطيفه قوي وكلهم الحقيقه كانوا لطاف قوي. هم كانوا جميل. انت بقى كنت داخله مجال التقديم عشان يبقى خطر التمثيل ولا لا هو الدنيا رتبت الحاجات كده؟ بصي بيني وبين بابايا دي كانت البلان عشان مامتي ما كانتش موافقه ان انا امثل وانا كنت في ام اس اي كنت اصلا ميجر ادفرتايزنج فانا في اعلام فبالصدفه كنت باخد وقتها كنت عايزه امثل جدا فاخدت ورك شوب تمثيل فوانا في الورك شوب كانوا عايزين مذيعين في دريم وكان يعني في حد هناك قال لي تعالي اعملي انترفيو مش عارفه ايه فانا قاعده مع بابايا بقول له تخيل ده عايزيني اعمل انترفيو كنت لسه في الجامعه فبابايا قال لي فكره حلوه جدا عشان مامتك توافق اشتغلي مذيعه وفي نفس الوقت هتاخدي اكسبيرينس وهو عارف انه برنامج هوا فقال لي دي حاجه يعني ده من اول لحظه مش طموحك اصلا يعني زي ما بتقولي كده خطوه كده يعني عارضه في حياتك فبس دخلت وفعلا فادتني جدا طبعا الناس استحملوني كتير يعني بس لاني اتعلمت فيهم بس لا بصراحه كانت تجربه فادتني قوي 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 في حياتي. طب يلا نشوف دينا الشربيني لما كانت مذيعه كتكوته. يا منى ايه لا ما تهزريش على فكره تريقوش بجد اولا مش هنتريق ولا حاجه وكانت شطوره وانا طبعا مشروع عمرو خفاجي الكبير في قناه دريم واحد من اعظم الناس فعمرو خفاجي كان متحمس لكم جدا وعملتوا مشاهده وكنتوا ناس يعني عملتوا تفاعل مع الناس جامد جدا وبعد كده قدمتي في روتانا عملت بقى عز الشباب بعدها اليكم الاعلاميه السابقه دينا الشربيني. قصدي ايه النفسيه دي ان حد يجي يوصل لحد حاجه كده يعني بس هقول لك على حاجه يعني في ناس كتير قوي زي ما انت شفت ما رجعت من المطار وفي ناس كتير قوي ولسه معانا تليفون دلوقتي برضو هناخده في ناس كتير جدا بتحبك والناس اللي طلبت بجد فخدها بطريقه بوزيتيف تماما بقى يعني عايز اقول لك حاجه الموضوع يعني بصي برضو عايز اقول لك ان يعني الناس لما بيقولوا لك كل مصر اتبسطت بيك ان انت سحبت ان ما فيش حد في مصر هيقبل الاهانه دي على واحد بالزبط. مصري ولا في العالم العربي تليفونات اللي بتيجي من الكويت ومن السعوديه ومن وانت بتقول ان اللي كان معاك من السعوديه ده كان صاحبك انا مثلا واحده صوتي فظيع حلو جدا ما تعرفيش ليه بدل صوتك فظيع يلا دون دونك ليه خليتي عني طب ما تديني سيبنا الاخبار يلا هو حلو لا الخبر هيبقى كويس عشان في ناس بتموت في الاخبار وبتاع فا يعني انت فرايحش ليا بقلبك وكده خلينا يوم تاني خلاص نظبط اديهم اصالح حتى اصالح حتى لو ما رجعتش ايوه عشان اغنيتك المفضله معلش عندي بقى ايوه انا بهزر طبعا صوتي وحش جدا بس هغني برضه لا خلاص خلاص يا يونس بقى خلاص انا بقول برضه يا يونس ما رجعتش ليا بقلبك تاني هنا يا سلام والله بتجي طب استا والله بتجيبي نوتس ثانية في بعضي سنة لو ما امنتش ان الجنة في حضني انا مبقاش انا عايزاكي معايا في كل حته بقى عشان انت كنت اتخرجتي في اللقطه دي ولا كنت لسه متخرجه ولا كنت لسه في الجامعه؟ بصي انا قعدت 7 سنين في الجامعه هنا 7 سنين في الجامعه ايوه يا منى ده كتير قوي يا دينا ايوه بتمعن هي الفكره ان كان عندنا اهم حاجه الاتندنس انك تحضري فانا بشتغل بشتغل والله ما مش عارفه احضر ما انا عندي شغل فكان الاحسن ان انا بقى طيب اجل طب ماشي في المدرسه بقى كان مستواكي برضو نفس ال بصي عندي مشكله مع التانيات دايما تانيه اعدادي تانيه ثانوي دول كان عندي فيهم مشكله سقطيهم يا دينا لا 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 ما عدتش ملاحق بس